ترأس صباح اليوم الأمين العام النائب بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي آدم موسى ليفي افتتاح أعمال الورشة التقييمية للدراسات الخاصة بمتابعة وتحسين العمل الإداري. جرت المناسبة بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية. تقرير بحر الدين عبد الشافي دود. جاءت الورشة التقييمية للدراسات الخاصة للتجهيزات والمتابعة لتحسين صور العمل في مجال الإدارة المحلية. الأمين العام النائب بوزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي آدم موسى اللفي أكد في خطابه بأن الورشة جاءت تلبية لنداء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في خطابه أثناء تنصيبه في أغسطس الماضي عام 2016، والذي دعا فيه بالشفافية وإدارة الخدمات العامة. ومن هنا جاءت فكرة توظيف اللامركزية، مما ساعد على تكوين البلديات لتعمل في نفس العطر الأساسي في توجيه وترشيد الخدمات العامة لصالح السكان، وهي بمثابة آلية التنمية المحلية. وأن هذه الورشة يتوقع منها أن تخرج بنتائج إيجابية واعتمادها وفق متطلبات تنوع الثقافة الإدارية، مما يجعل اكتشاف المهارات والقدرات الفنية للمشاركين والعمل على تحديد الأولويات وفق الأهداف المرسومة.